تغطيتنا لكومبيتكس 2023 تأتيكم برعاية ايسوس وامس اي. شكرا لهم على جعل هذه التغطية ممكنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم صلاح حامد من بوث اي داتا في معرض كومبيتكس 2023 من تايبي. انا هون موجود لمجموعة من الاشياء اللي راح يتم اطلاقها قريبا وفي اشياء للسنة الجاي، واول جزئية راح نبلش معاها هي الاس اس ديات الخاصين باكس بي جي. هذول الداخليات هم الجيل الخامس الجديد اللي في شيء راح يتم طرحه هاي السنة وفي شيء راح يتم طرحه السنة القادمة، لأنه هذه تحمل أعلى فئة موجودة من الجيل الخامس. وفي عنا انكلوجر خارجي عجيب. خلينا نبلش أول شيء بالمستقبلي، بس علشان أوصل لهم بدي أعمل شيء مش حدا من الماركتينج تيم موجود حوالي، فخليني أفتحها براحتي لأنه كل الناس صفروا فيه لما جيت وفكيتها قبل شوي. هذا الشيء اللي راح نبلش فيه بالبداية هو البروجكت نيو ستورم. هذا المفروض انه بيقدر يوصل لسرعه لغايه 14000 ميجا بايت، 14 جيجا بايت من ناحيه الكتابه او القراءه و12 جيجا بايت من ناحيه الكتابه. اللي علشان يقدر يوصل لهذا الكلام بدون ما ينفجر نفس الاس اس دي، لانه بنتكلم عن حراره عاليه جدا اثناء الاستخدام، بالذات انا مجرب ال10 جيجا بايت الحالي اللي بتوصل حرارته ل 85 درجه، فما بالك اعلى واقوى شيء راح يكون موجود شو راح يكون وضعه. لذلك اللي سووه الجماعة هو أنه بكل بساطة حطوا لك سائل تبريد على تيوب اللي بيقوم بامتصاص الحرارة من نفس الاس اس دي إلى هذا التيوب، فعلشان يشتت الحرارة من هذه المي في عندك مراوح من الوجه وفي عندك مراوح من الظهر، على أساس أنه بيسحب الهواء من هاي المنطقة وبيعمل إكزوست من هاي المنطقة، وبالتالي في عندك تدفق للهواء اللي بيسمح لسائل التبريد أنه يحافظ على حرارة معينة، وبالتالي الاس اس دي نفسه بيظل بارد. في عندك إضاءة RGB، وزي ما أنتم شايفين في عندنا سلك كهرباء طالع للمروحة اللي موجودة في داخل هذا الـ SSD. هذا السلك راح تخبيه عندك وتوديه إلى الظهر وبتعطيه طاقة من نفس المزود بتاع الطاقة، علشان تقدر تشغل كلا من المروحة هاي والمروحة هاي، لأنه هذول المروحتين ما راح تقدر تشغلهم من طاقة الـ SSD نفسه، لأنه الكنترولر اللي موجود هون بحاجة لطاقة. فبنتكلم عن شيء يعني بيوصل لـ 4K Random Write Speed عالي، 2 مليون 2 مليون، وبالتالي في عندك شيء هاي اند، هذا مش شيء بسيط. اللي جنبه هو الليجند 970 اللي راح يكون قادم خلال هذه السنه. الان هذه النسخه فيها فرق عن هذه بشكل واضح، انه ما فيها مي، لكن تشترك معها بانه جواها مروحه، في مروحه موجوده وراء الشراود هذا اللي راح تقدر تخلي هذا الاس اس دي اللي طالع اليوم حاليا، هذا الجاي بالجزء الجاي من السنه بالربع الثالث بالتحديد، بيقدر يوصل ل 10 جيجا بايت بدون ما تكون حرارته بتغلي وناريه. المروحة هذه سلكها بيطلع من على الطرف بنفس الاسلوب اللي شايفينه على هذا الاس اس دي، وعلى اساس انك تقدر تبرد الاس اس دي نفسه بهذه الطريقة وبهذا الاسلوب. اما بالنسبة لثالث شيء موجود على العرض فهو اس اس دي الاس اي 920 اللي هو عبارة عن يو اس بي 4 اللي بيدعم لغاية 40 جيجا بت من ناحية الانترفيس نفسها، فبنتكلم عن يو اس بي سي، بيدعم 3.8 و3.2 كتابة وقراءة. والطريقة اللي بيقدر يعملها وهو اس اس دي خارجي هو انه عندنا هون مغلق بهذا الشكل صار مفتوح، بمجرد ما انك تفتح الغطاء في عندك مروحه موجوده في داخل الاس اس دي اللي بتشتغل علشان تقدر تبرد هذا الشيء، والاس اس دي اللي موجود جوا ليقدر بالفعل يعطيك ما يقارب ال 4 جيجا بايت من ناحيه الكتابه، 3 جيجا بايت من ناحيه القراءه، او العكس بالاحرى 4 جيجا بايت كتابه او قراءه و3 جيجا بايت من ناحيه الكتابه. فلما ما بدك اياه يطلع صوت او بدك اياه يشتغل بوضع طبيعي بدون ما يعمل ثيرمال ثروتلينج تقدر تسكره، لو بدك هواء واير فلو بمجرد انك تفتحه المروحة اللي بداخل هذا الاس اس دي بتشتغل. انا على فكرة قبل شوي تقريبا كسرته لما سحبتها الى الاخر، ولكن طلعت شغلة بسيطة جدا، فحرفيا هي كبسة بتكبس بتطلع وبتنزل على هذا الاس اس دي. هذا بالاضافة انه في عندهم شوية اشياء جميلة من ناحية التصميم، وقديش هم الجماعة ماخذين جوائز بالاشياء اللي بيسووها من ناحية الاس اس ديات والفلاشات، وحتى بيقولوا لي في عندنا خط جديد بالكامل معمول من البلاستيك الريسايكل، فعندهم الفلاشات والاس اس ديات الخارجية كل الأغطية والبلاستيك نفسه بالكامل معمول من بلاستيك مكرر، هو شيء جميل بس اللي جنبه أجمل. هذا يا أخوان هو ستاندرد جديد لأول مرة بشوفه، اللي هو عبارة عن الفئة القادمة من الـ SD كاردز. بطاقات الـ SD الجيل الأول كانت بتوصل يعني 100 ميجا بايت قراءة وكتابة، 150 200 في أقصى حالاتها لما تكون الكنترولر ناضجة على الآخر جدا جدا. لكن اللي أنا قاعد بطلع عليه واللي بحاول إلي ساعة أفكه هو عبارة عن جيل جديد من المايكرو اس دي كاردز. هذا الستاندرد الجديد بيأتي مع سطر ثالث، في عنا ثلاث أسطر عليها من الكونتاكت اللي بتخلي هذه البطاقة
تقدر انها تسلخ ارقام هائله من ناحيه السرعه. نتكلم عن 1600 ميجا بايت من ناحيه القراءه، 1300 ميجا بايت من ناحيه الكتابه. لا شيء بامكانه يكون خارجي مش جزء من الميموري تاعت الجهاز نفسه الداخليه. في الحاله عندنا 512، وحتى حاطين منها نسخ المايكرو اللي برضه راح يجيها اللي هي ري مختلف او سطر زياده من ناحيه الميموري نفسها اللي بيسمح لها انها تقوم بالقراءه والكتابه بطريقه افضل. هذا الشيء حاليا مثلا كاميرات سوني تستخدم سطرين فقط منه، ما بتستخدم السطر الثالث. مع هيك يعني هذا الشيء راح يخلي كاميرات مثل كاميرات سوني، كاميرات باناسونيك، كاميرات بلاك ماجيك تقدر تصور را داخلي مع هاي سبيد بدون ما اني اضطر احول لاس اس دي او كاميرات الكبيره جدا اللي بتاخذ سرعات اعلى من هيك بكثير. وهنا في عندنا قسم الرامات اللي موجود عند اي ديتا اللي في عندهم شيئين متقدمين جدا. ففي عندنا فئه الكاستر. فئه الكاستر هي الفئه العليا اللي موجوده عند اي ديتا اللي تاتي بسرعات هائله. هذه الفئه اللي دائما بتبلش تعلى بالسرعه قبل ما بعدين ينقلوها الى فئه اللانسر اللي موجوده جنبها. فئه الكاستر الان الاطلاق الجديد اللي طلع منها هو انه هذول الحبتين فيهم شيء اول مره بحياته بمر علي ولم يتم الاعلان عنه اصلا، الا وهو انه بنتكلم هنا عن كاباسيتي للستيك الواحده 12 جيجا بايت، مش 16، مش 24، مش 48، دول بيجوا 12 جيجا بايت. وبالتالي لما نتكلم عن قطعتين نحكي هنا عن 24 جيجا بايت فول كاباسيتي مع حبتين. فانت بتتكلم هنا عن دول شانل ميموري تستفيد من السرعه الاعلى اللي في هذه الحاله جايه 9000 ميجا هرتز. فهذا الشيء راح يكون ستيبل اكثر واقتصادي اكثر في نفس الوقت. هاي الفئه راح ايضا يعني نفس الستكس هذول برضه راح يتوفروا بسعات ال 12 16 32. لسه ما حكوا لي عن خططهم بالنسبه للفئات الاعلى من 32، لكن 12 هي فئه جديده للناس اللي بدها تستخدم حبتين رام، مش بالضروره بده يحدث لحبتين 16 او حبتين 32 32. هذا خيار قوي جدا. اضف الى انه 9000 ميجا هرتز، فهذا شيء ثاني برضه سامح لهذه الفئه انها تكون متقدمه واعلى من الفئه العاديه. بس الشيء اللي تفاجات فيه هو الجهه الثانيه من الرامات، لانه هذه القطعه وهذه الكت بالذات هي من فئه اللانسر اللي تاتي لاول مره ار او جي سيرتيفايد. فهذه الكت اولا بامكانها توصل ل 7200 ميجا هرتز، ثانيا هم نتكلم عن كتات بسعة عالية، فشيء 32 32 64 جيجا، فئة اللانسر ROG Certified إلها بروفايل مختلف لما تركبها على motherboard ROG. شو يعني هذا الكلام؟ يعني في هذه الحالة هذا الكت مركب على Maximus Apex. الآن بما أنه هاي سرعتها 3600 أو عفوا في هالحالة 7200، فال 7200 فرجيني انا على الشاشه البروفايل الخاص بالار او جي اللي بتحطه لما تكون مركبها على هذا السيت اب راح يعطيك كمان 200 ميجا هرتز زياده. فحرفيا هم مشغلينها على 7400 ميجا هرتز بدل ال 7200 لانها راكبه على ماذر بورد ار او جي تتحمل هذا الكلام، وفيها البروفايل هذا بري بيك من نفس البايوس اللي موجوده على هذه الماذر بورد مع الرامات هذول، اللي هو امر مميز. فصار في عندك الان بروفايل غير الاكس ام بي وال اللي هو الاشياء اللي بتلاقيها الاكسبو اللي بتلاقيها على اي ام دي، في عندك بروفايل ار او جي. ومن عند اكس بي جي اللي هي عباره عن جزء من عائله اي ديتا، لانه اي ديتا بتضم مجموعه شركات، بالطبع اكس بي جي بيعملوا جزء كبير من مزودات طاقه اللي استعملناهم من قبل على القناه. فاستعملنا الباور سبلايات من فئه الكور اللي هم هذول اللي في عليهم الان تحديث، فهذا اللي في ايدي هو الكور رياكتور 2، هذول الجيل الثاني اللي بالطبع في عليهم اهم تحديث الا وهو مدخل ال 12 فولت الخاص بكروت الشاشه الجداد، وفي عندك منهم سعات اكثر، فهذا اللي بايدي 850 اللي تحته 1200 واط، وحتى في فئه جديده كليا اللي هي السايبر كور الجديد اللي في هاي الحاله 13 او 1300 واط، لكن اصبح هذا الشيء الان بيجي بكفاءه بلاتنم، وبالتالي شيء اعلى بيتحمل وبيعطيك كفاءه افضل بشكل عام، ويعني اكيد افخم يعني هذا فيه اقوى. بس الكفاءه كلها بتيجي هون، فعندنا الفيوجن الجديد اللي فاتحين لي حبه وقالوا لي اتفرج. هذا الشيء بالكامل عباره عن سوليد ستيت، فلما تطلع على نفس المزود من الداخل في عندك كنترولر بكنترولر بكنترولر، كلياتهم عباره عن سوليد ستيت كنترولرز لا مزود الطاقه هذا، فما في اي شيء انالوج. الامر اللي بيمنح هذا المزود كفاءه تايتانيوم،
كفاءة تيتانيوم تسمح لشيء مثل هيك انك تعصره على الاخر، وبالفعل تقدر تاخذ منه طاقة بتوصل لغاية 1100 و1200 و1300 و1600 في هذه الحالة. في عنا هون ديمو حاطينه مذهل صراحة، شيء مذهل مذهل. فهذا الشيء اللي انا ماسكه الان في ايدي يأتي 1600 واط. الامر اللي بيعني وبيسمح لك انك تشغل كرت كرتين ثلاثة اربعة RTX 4090 وتضغطهم سواء على وتست تستين ثلاثة، حاطين لك مشغلين اوكتين بنش على ثلاث كروت فور جود ميجر، حاطين لك اللي هو فيرمارك على واحد فيهم على اساس كلهم ينضغطوا. الامر اللي قاعد حاليا بيسحب 1750 واط من مزود طاقة 1600، لكن هذا الامر بفضل انه هذا الشيء ياتي تايتانيوم. تايتانيوم افشنسي مع السوليد ستيت بتسمح لك انك تقدر بالفعل تعطي كفاءة طاقة عالية جدا من كل هذه المنافذ بدون ما الباور سبلاي يفقع. والأهم والأجمل من هيك، لأنه سوليد ستيت حرارة 25 25، هذا الشيء حرفيا تقدر تحس فيه لما تقرب على الباور سبلاي، بالفعل ما في أي حرارة منه إطلاقا. أنا لما ضغطت هذا هذا الكرت من قبل وصلته لقريب 1800 واط كنت حاسس الباور سبلاي بيغلي. هذا الشيء بفضل الكفاءة الأعلى. فباور سبلايات خرافية، رامات قوية جدا، اس اس ديات جاية رهيبة، بالذات مسألة الجيل الخامس مع التبريد المائي راح يطلع شكله عجيب جدا. فهاي كانت نظرة على ايش في جديد من عند اي ديتا واكس بي جي من معرض كومبيوتكس في تايبين. ان شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. كان معكم صلاح حامد، في امان الله.